أبو ضعاب يسلم عليك يا أبو هاجر وبيقول لك إن الكلام اللي بنقال عليك ما له ثمن عنده، وبيأكد عليك إنه واثق فك. ولا عن ثقة أبو دعاء والتنظيم، بس محتاجين ناخد بالنا الفترة الجاية مش هينفع حد يغلط أي غلطة. أنا جمعت مجموعة من الرجال اللي بوثق فيها وجهزنا سيارة مفخخة، عم نفكر نهجم على كمين الجورة لحتى نرد على كل اللي عملوا الطواغيت، وبوعدك إنه نقضي على كل القوة اللي بالكمين. كمين الجورة؟ ما احنا بنهجم عليه كل يوم بقوات صغيرة، طول ما هارون هناك مش هينفع تهاجم بقوات كبيرة، رجالتك كلها هتموت. أعطيني الإذن وأنا راح أحرق الكمين باللي فيه، بدل ما كل اللي عم نعمله إن احنا نحاوطه بالعبوات. ويا ترى بقى أنت هتكون معاهم في الهجوم ولا هسيبهم يموتوا لوحدهم هناك؟ أبو براء، إننا هنا هالموضوع لا تتحدث فيه ثاني. أبو هاجر، من الحين ما في تخطيط فردي. احنا بنجهز لغزوة كبيرة حنرد بيها على سواهي الجيش في الشهور اللي فاتت، عشان كذي مطلوب من كل واحد فيكم يجهز أفضل رجال عنده ويعزلهم في مكان يجهز فيه. الغزوة هذي انتم اثنين مطلوب منكم تركيز وتفاهم. ايه الهدف؟ لسه لا تسألني الحين، هتعرف كل شيء في وقته. عشان كذي هذول الرجال ودي ينعزلهم حتى معاد التنفيذ، عشان تكون مفاجأة. ازيك يا دكتور أمنة؟ الحمد لله. ايه الليمون وحش ولا ايه؟ لا تمام. معلش اسف على التأخير، أنا اللي طلبت منهم إن أنا أقابلك بنفسي وأسمع منك. أنا حكيت كل حاجة. ما أنا عارف، احكي تاني. طيب، النهاردة جات لي حالة البنت اسمها منى، عندها 22 سنة وحامل، وكان معاها جوزها بتقول إن اسمه عيد. البنت بجد كانت حالتها مش طبيعية، وحكيت لي في الكشف إن هي هربت من أهلها علشان تتجوزه، عشان هي بتحبه، وما كانتش تعرف إن هو هيجيبها سينا ولا إن هو بيشتغل مع الإرهابيين، فحاولت أهديها بس هي قالت لي إن هي محبوسة طول الوقت في البيت ومش عايزها تخرج ومش معاها تليفون ومش عارفة تعمل أي حاجة، فطلبت مني إن أنا أساعدها ترجع لأهلها. طب انت عملت ايه؟ لا، هو انا ما عملتش حاجه يخليه يتصرف تصرف عنيف، لان احنا في مستشفى وكان ممكن قوي يبقى معاه سلاح، فحاولت اطمنها وكمان سالتها هي ساكنه فين، بس بجد البنت ما تعرفش اي حاجه غير ان هي في الشيخ زويد جنب السوق وبعد الجامعه. فكتبت له روشيت وقلت له ان هو لازم يجيبها مره تانية كمان اسبوع، وقلت لها انها تصمم انها تيجي، لان فعلا البنت يعني البنت تايهه ومش عارفه تعمل ايه وحاسه ان هي متورطه. طب ممكن بس تكتبي لي الروشيت اللي حضرتك كتبتيها لها؟ نعم. معلش التفاصيل الصغيره دي بتفرق معايا جدا. ماشي، يعني انا بس بطلب من حضرتك ان تهتم بالموضوع، لان انا بجد وعدت البنت ان انا هساعدها، يعني واضح ان هي غلبانه قوي وفعلا هي متورطه معاه. ما تقلقيش يا دكتوره امنه، مش عارفاني ولا ايه؟ بص انا هسيب لك رقم تليفون تتكلمي عليه لو زرتيني في المستشفى او لو حصل اي حاجه في المستشفى عامه، تحت امرك. بس كده؟ اه ماشي، شكرا. عفوا. دكتورة بتعملي ايه هنا؟ كنت بعمل بلاغ. خير، في حاجة ولا ايه؟ لا، دي قصة طويلة قوي ومش عاوزة اعطلك زي كل مرة، بعد اذنك. صحيح، معلش بس لو ينفع تقوله يهتم بالموضوع شوية عشان البنت غلبانة يبقى كتر الف خيرك. والله انا مش فاهمة انت بتتكلمي على ايه بالظبط، بس ما تقلقيش، يعني مادام عملتي بلاغ هما اكيد هيهتموا بيها. دكتورة امنة، اسمي امنة حسن. اهلا يا دكتور، وانا اسمي نور صلاح. فرصة سعيدة. بعد إذنك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.